السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة لتقوم بتنزيل الموسيقى وكذلك الأفلام والعروض التلفزيونية وكل شيء من الآيتونز ستور مجانا على هواتف الآيفون والآيباد والآيبود. طبعا هذه الطريقة متوافقة مع iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4، فقط تقوم بالدخول إلى السيديا وتنزيل الأداة لينك ستور فار 4 iOS 8، تقوم بالبحث عنها وتنزيلها، ومن المستحسن أن تقوم بتنزيلها من السورس X-A-Roll، هذا هو السورس يعني الذي تقوم بتحميل الأداة منه. بعد ذلك تقوم بالانتقال إلى الآيتونز ستور، بعد ذلك ستجد هنا في البار السفلي قد تم إضافة الخيار لينك تونز، يعني لخيار الأداة. هنا عندما تقوم بالدخول إلى هذا الخيار ستجد مجموعة من الألبومات، تستطيع أيضا اختيار الألبوم وتنزيل أي أغنية تريدها من هذا الألبوم. تستطيع كذلك البحث عن أغنية محددة، على سبيل المثال سأبحث عن هذه الأغنية، تظهر لك هنا في خيارات الموسيقى وكذلك في خيارات الألبومات الأعلى. في الأعلى على سبيل المثال سأختار الأغنية في الموسيقى، هنا تظهر لي مجموعة روابط تم رفعها على هذه الأغنية، أختار أول رابط طبعا أضغط عليه، يمكنك تشغيل الأغنية من هذا الخيار وكذلك تنزيله من هذا الخيار. ايضا اضغط على تنزيل، بعد ذلك اضغط على اضافة في الاعلى على اليمين هكذا ويتم تنزيل الاغنية. اذا لاحظت وانتقلت الى اضافة وبعد ذلك الى داونلود سترى ان الاغنية جاري تنزيلها بالفعل، وبعد ذلك اذا انتقلت الى الموسيقى ستجد ان الاغنية قد تم تنزيلها بالفعل. شكرا على حسن متابعتكم، اتمنى ان تكون هذه الحلقة قد نالت اعجابكم. انصحك بزيارة المدونة th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات واخبار في الانترنت كما ترى امامك، ولا تنسى كذلك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ومتابعتي على تويتر والاشتراك في القناة. يوجد زر اشتراك يظهر اسفل الفيديو على يمين، قم بالنقر عليه قبل انهاء الفيديو. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. لا تنسى متابعتي، إلى اللقاء.